فبدعمها استمرت العملية التعليمية. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، نشكرهم شكرا جزيلا، نشكرهم على دعمهم، نشكرهم على جهودهم. كذلك ندعو أبناءنا الطلاب إلى المزيد من التحصيل العلمي، وخاصة فيما تبقى من الفصل الدراسي الثاني، ونبارك مقدما لطلاب بني مصعد كافة، نبارك لهم بالنجاح، ومن حالفه الحظ